شنو أتشيبي؟ A feast in the sky. Who is Chinua Achebe? Chinua Achebe was born in 1930 and died in 2013. He was a Nigerian novelist, poet, professor, and critic. يعني بيكتب روايات وشاعر ودكتور جامعة وناقد. His first novel, Things Fall Apart, أول رواية لي اسمها أشياء تتساقط, written in 1958, was his magnum opus or his masterpieces or the most prominent of his works. يعني أول رواية كتبها أشياء تتساقط كانت أنجح وأشهر رواية لي وكانت رائعته أو أحلى ما كتب. Achebe's novels focus on the traditions of Igbo society, the effect of Christian influences, and the clash of Western and traditional African values during and after the colonial era. يبقى رواياته بتركز على مجتمع مدينة إجبو اللي هو اتولد فيه وتأثير دخول المسيحية على المجتمع النيجيري والصراع الثقافي أو التصادم الثقافي بين الحضارة الإفريقية أو العادات والتقاليد والقيم الأفريقية والثقافة الغربية, والتصادم الثقافي ده حصل من خلال الاستعمار البريطاني لنيجيريا. A feast in the sky. It's supposed to be a short story. Actually, it's not a separate short story. It's chapter 11 of his novel, Things Fall Apart. In this chapter, Chinua Achebe incorporated traditional oral folk tales into his writings. يعني بيدخل القصص الشعبية الشفهية, يعني اللي مش مكتوبة في كتب الناس بتحكيها لبعض كده, في الكتابات بتاعته. He shaped a distinctly African voice in modern African literature written in English. كتاباته باللغة الإنجليزية ولكن بتحس إن الصوت بتاعها أو الثقافة بتاعتها أفريقية. The tortoise, السلحفة اللي هي المين كاركتر in Okbo and the other African tradition, is a trickster animal. يعني في الثقافة النيجيرية وثقافة المدينة بتاعته إكبو, السلحفاة معروف عنها أنها حيوان مخادع, زي مثلا في الثقافة العربية أنها بيبقى الذئب مثلا أو الثعلب المكار مثلا, هو بالنسبة له السلحفاة. A deceitful character, شخصية مخادعة. Who breaks the traditional norms, يعني بتكسر المعايير والتقاليد, either for his own gains or simply for fun. يا إما لتحقيق مكاسب أو for fun كده للمرح. طيب, what is the plot? By plot, we mean the arrangements of incidents. The story of the feast in the sky is about a male tortoise who heard that there is a feast in the sky for all birds while he suffered a famine for 2 months. كان في مجاعة على الأرض من شهرين, مفيش حيوانات لاقية تاكل خالص, وسمع إن في حفلة في السماء مخصصة للطيور هتتعزم فيها الطيور وهتاكل مأكولات شهية. He begged the birds to join them. They are convinced because of his cunning. They lend him feathers. He also convinced them to have new names as this is the custom. راح قاعد يتحايل ويتوسل لكل الطيور ان هم ياخدوه معاه وان هو اتصلح وبقى انسان جديد ومش هيعمل حاجات وحشة. طيب, هيطير ازاي معهم في السماء؟ اضطروا يسلفوه ريش, ركب الريش وبقى ليه جناحين وطار معاهم. وقبل ما يوصلوا للسماء بشوية قال لهم لازم كل واحد يسمي نفسه اسم جديد عشان دي العادات والتقاليد بتاعت حفلات السماء.
الطيور جهلة بحفلات السماء فمش عارفة، فاعتقدوا ان دي فعلا العادات والتقاليد وصدقوا وسموا نفسهم أسامي جديدة. Because they knew he traveled more than them, they easily believe him. إيه سبب إن هم صدقوه؟ عشان هو كان بيسافر كتير. His new name is all of you. كل طائر من الطيور سمى نفسه اسم معين، ولكن السلحفة سمى نفسه all of you. They also chose him to be a spokesman for them because he is an eloquent orator. مش بس كده، اختاروا يكون المتحدث الرسمي باسمهم عشان هو كان مشهور انه هو عنده فصاحة او بلاغة في الكلام او لباقة في الكلام. eloquence اللي هي الفصاحة او البلاغة، وريتور يعني حد بيعرف يتكلم، خطيب يعني. Then he asked the hosts in the sky to whom they prepared all these foods. الملائكة اللي في السماء قدمت مختلف أنواع الطعام والشراب للطيور. قبل ما حد يبدأ ياكل، تورتويس سأل الملائكة: انتوا عاملين الأكل ده لمين؟ راحت الملائكة ردت: to all of you. This tortoise said them the food is for him. تورتويس كان مسمي نفسه all of you، فراح الطيور ان الملائكة عاملة الأكل ده كله عشاني أنا بس، يبقى أنا بس اللي أكل لوحدي. He should eat at first. Then the rest of birds اللي يتبقى منه يبقى ياكلوه بقى الطيور. They all got angry and each bird took its feather from tortoise so that he cannot fly down to earth. رد فعل الطيور ان هم زعلوا جدا وقرروا ان هم مش هياكلوا الفتافيت اللي وراه وان هم هيرجعوا الارض تاني، بس كل واحد شد من جناح التورتويز الريش اللي كان متبرع له بيه عشان ما يعرفش يرجع الارض تاني. تورتويز فضل معلق في السماء مش عارف ينزل. He sent a message to his wife with the parrot to collect all soft things in order to jump over them. والطيور كان بتسيبه وبتنزل، كان عمال يتحايل عليهم يوصلوا رسالة لمراته، وما فيش حد رضي يوصل الرسالة غير البارت الببغاء. فقال له إيه؟ قال له: خلي مراتي تجمع كل الحاجات الناعمة اللي هو زي البطاطين ولا الحفة عشان هو to jump over them، ينط عليهم من السماء. But the parrot told her to collect all hard things. الببغاء بقى عشان ينتقم راح غير محتوى الرسالة وقال لمراته: جوزك بيقول لك جمعي كل الحاجات الصلبة وحطيها قدام البيت. Thus when tortoise fell, his shell broke into pieces. Then the medicine man gathered all the bits together. That's why tortoise shell is not smooth. مراته لما جمعت كل الحاجات الصلبة وهو نزل من السماء، الغطاء اللي على ظهر السلحفة ده اتكسر حتت. الدكتور جه وقعد يلزق الحتت دي، وده سبب ان ظهر السلحفة بيبقى كأن شكله متكسر مش ناعم، not smooth مش ناعم. الـ point of view أو الـ narrative voice أو الـ method of narration، مين اللي حكى القصة دي؟ اللي بيتكلم بيقول I وهو واحد من الشخصيات، ولا حد بيقول هي؟ هنا the narrator is the إكويفي. مين إكويفي؟ a grown up woman، ست زوجة وأم. a mother to the young is Nam. يعني القصة دي كلها كانت عبارة عن أم أفريقية بتحكي القصة دي كلها لابنها. She is an internal narrator from inside the story. هي narrator يعني راوية من داخل القصة، لأن احنا اتفقنا أن القصة دي عبارة عن فصل من قصة أكبر، فالست دي أصلا ليها دور في باقي القصة الكبيرة، فهي internal narrator راوي داخلي. She tells the story of tortoise in the third person omniscient. هي حكت القصة بتاعت السلحفة باستخدام الـ third person، يعني كانت بتتكلم عن ذكر السلحفة بتقول هي. Omniscient يعني all knowing، إنها عارفة عنه كل التفاصيل. She uses telling and showing.
telling يعني هي بتحكي بس القصة، showing يعني بتظهر لنا الأحداث كأنها مشاهد درامية متمثلة، كأن الشخصيات بتمثل مع بعض دراما، بيقولوا مع بعض حوار dialogue. As she mixes both narrative and dramatic methods, she uses phrases. كمان كانت بتستخدم بعض العبارات زي عبارات الفيري تيلز زي once upon a time. الجانرا، النوع الأدبي للقصة دي طبعا هو الجانرا إنها نوفل، بس إيه السب جانرا بقى؟ هي نوعها إيه كنوفل؟ Things Fall Apart اللي هي القصة الكبيرة is a frame narrative. يعني إيه frame narrative؟ يعني إطار روائي، يعني قصة جواها مجموعة قصص. As we have a story inside a story. The external story is this novel, Things Fall Apart. A mother and a father tell some stories to young boy. يبقى القصة الكبيرة عبارة عن أب وأم وعندهم ابن، وكان في ابن آخر متبنيينه، والأحداث اللي بتحصل في الأسرة دي أو في حياة القبيلة دي بشكل يومي. One of these stories is the feast in the sky. من أحد القصص الداخلية دي اللي في القصة الكبيرة هي القصة بتاعتنا النهاردة اللي هو حفلة في السماء. Which belongs to fantasy. حفلة في السماء نوعها بقى إيه؟ Fantasy، قصة خيالية. As it has a great deal of imaginative, incredible incidents. فيها أحداث خيالية incredible غير مصدقة. Also it's a folk tale، قصة شعبية. Belonging to Nigerian oral literature. بتنتمي أو بتتبع الأدب الشفهي النيجيري. يعني إيه الأدب الشفهي؟ يعني الأدب الشعبي اللي الناس بتحكيه لبعض بالبق، مش مدون في كتب. كمان it's a fable، قصة رمزية، يعني فيها حيوانات أو نباتات بتتكلم كأنها بني آدمين. As its characters are speaking animals, it has more than one level of meaning. وبيبقى ليها أكتر من معنى في التحليل، وبيبقى دايما فيها moral lesson في الآخر. الثيم، في themes كتيرة قوي هنا في القصة، بس احنا هنركز على ثلاثة بس. The main theme of this story is appearance versus reality. من المظاهر عكس الحقيقة، ما ننخدعش بالمظاهر لأن ممكن الحقيقة تكون عكسها تماما. Tortoise is evil. السلحفة هنا، ذكر السلحفة هنا كان شرير. He pretends that he is a friend to birds. ومع ذلك بالرغم أنه كانت نيته وحشة، هو تظاهر أنه هو صديق للطيور. He will no longer make troubles. ووعدهم أنه هو مش هيعمل مشاكل تاني، وهو طبعا كان كذاب وبيعمل ده كله عشان مصلحته. A second theme، موضوع آخر، is the power of language، قوة اللغة. حتى لو الشخص ده نصاب بس عنده قدرة على استخدام اللغة كوسيلة للإقناع، ممكن يأثر في اللي حواليه ويقنعهم. He succeeds in convincing the birds by the power of his tongue. هو نجح في إقناع الطيور بقوة لسانه، بمعنى بقوة الكلام عنده، بحلاوة لسانه. He also convinces them to adopt new names، برضو بالإقناع أقنعهم أولا إن هم ياخدوه مع الحفلة، إن هم يتبرعوا له بريش، وإن هم يسموا نفسهم أسامي جديدة، وإن هو to be their spokesman، يكون المتحدث الرسمي باسمهم. A third theme، الثيم الثالث، is betrayal، الخيانة. He makes all these to get all food for himself. هو خان كل أصدقائه اللي وثقوا فيه وساعدوه عشان ياخد الأكل لنفسه فقط، وما يديهمش هم حاجة، فهو خانهم، خان الثقة بتاعتهم. وفي نفس الوقت دي فيها selfishness أو egoism، يعني أنانية. السيتنج، قلنا السيتنج يعني refers to the background against which events have taken place، الخلفية اللي وقعت فيها أحداث القصة. السيتنج consists of three elements: place, time and atmosphere. Concerning the place, the story is set in the sky. المكان كان السماء، مكان الحفلة in the feast، في الحفلة. At some time in the past، الزمن الماضي بس ما نعرفش إمتى.
أما الأتموسفير is colorful، كان مليان ألوان، الطيور قبل ما تطلع السماء كانت ملونة الريش بتاعها، suitable for celebration، وده جو مبهج مناسب للاحتفال. However, it's disrupted by the betrayal and the cunning of tortoise، ولكن هذا الجو الاحتفالي حصل في اضطراب بسبب الخيانة بتاعت السلحفاة. الكونتراست بقى، التضاد. There is a contrast between earth which has famine and the sky which has abundance of food and drink. يبقى عندنا contrast between earth and heaven، تضاد بين السماء والأرض، وبين الفامن والأباندنس اللي هو المجاعة والوفرة، وفرة الخير يعني. Another contrast is between the characters of the birds who are innocent and naive, easily deceived by tortoise cunning and tortoise who is liar and deceiving. يبقى عندنا contrast آخر بين شخصية الطيور البريئة الساذجة اللي تخدعوا بسهولة، وبين شخصية السلحفاة الكذاب المخادع trickster. السيمبوليزم، الرموز. The image of flying، صورة الطيران لما الطيور طارت للسماء، is presented as an ability related to the innocent who are holding to traditions and customs and are lacking from the evil cunning characters. دي صورة recurrent يعني متكررة في الأفريكان literature. دايما في الأدب الأفريقي بيقولوا إن القدرة على الطيران منحة أو هبة ربانية بيمنحها الله للمخلوقات البريئة الطيبة، وبيأخذها من الشخصيات الشريرة. عشان كده تورتويس عشان شرير ما قدرش يطير، لكن الطيور عشان هم طيبين هم اللي كان عندهم قدرة على الطيران. The image of the great orator، صورة كمان الشخص اللي بيبقى فصيح بليغ في الكلام، illustrates that elaborated speech، بتوضح لنا ان الكلام المبالغ فيه اللي هو يعني في فصاحة زيادة عن اللزوم can be used as a method of deception، مش كله هيكون كلام صريح، وبالعكس ممكن يستخدم كوسيلة للخداع. The image of custom، العادات والتقاليد، is very important for the Africans. The birds are convinced to adopt new names because they believed that this is custom and they find themselves obliged to follow this custom. إيه اللي أقنع الطيور إن هم ما ياكلوش ويسيبوا الأكل كله للتورتويز، وإن هم يسموا نفسهم أسماء جديدة؟ عشان هو قال لهم إن دي العادات والتقاليد، فنوع من الاحترام للعادات والتقاليد هم عملوا كده، لكن لو ما كانوش متمسكين بالعادات والتقاليد قوي ما كانش اتضحك عليهم. The image of survival of tortoise shows that evil still exists around us. صورة البقاء بتاعت السلحفاة بتوضح لنا إن الشر مازال موجود حولنا. التكنيك and style، الأسلوب الفني. This part illustrates the oral tradition، الفن الشفهي. It's common in all Achebe's works، ودي حاجة أتشيبي بيستخدمها في كل رواياته. He refuses the colonial imposition of English language. أتشيبي رفض فرض الاستعمار للغة الإنجليزية على الشعب النيجيري. So he imposes the African tradition on this language. فعشان يرد هو فرض التقاليد الأفريقية على اللغة الإنجليزية. بيكتب قصص باللغة الإنجليزية، ولكن بيتكلم عن العادات والتقاليد الأفريقية والمجتمع القبلي، فهو اللي فرض الثقافة الأفريقية على اللغة الإنجليزية. Through breaking punctuation rules، كسر قواعد البنكتويشن. Direct address between the narrator and the listener. Importance of storytelling which emphasizing holding to African tradition، دخل عناصر الأدب الشفهي اللي بتؤكد على التمسك بالعادات والتقاليد الأفريقية.
وعشان كده المتحدث بيكلم، بيعمل دايركت ادرس، كلام مباشر للمستمع عن طريق مثلا ان هو يقول له سامع يا ابني، فهمني يا ابني، تحس ان هما في اتنين قاعدين بيتكلموا مع بعض. Use of idioms، استخدام الأمثال. Holding to customs، التمسك بالعادات. Use of African names، إن الشخصيات أسميها أسماء أفريقية. And symbols، ورموز أفريقية زي رمز الطيران ورمز السلحفة. All these are used to assert the African identity، كل ده بيتم استخدامه لتأكيد الهوية الأفريقية. This is the end of our lecture. Thanks for watching. Wishing you all the best of luck. Goodbye.